مغبون أنا بلبي هون جرحتني كلمة ليتيم راني مدراش كون كاريبيان من اللي خطيتيني مانيش في الدمع مني تشوفي في شت منيتي الدنيا اللي ما في. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. سمحوا لي غبرت عليكم بزاف. المهم بالنسبه للناس اللي كيفكروا يديروا سناب اون سمايل، غتلقاو الانستغرام ديالهم هنا غيطلع لكم. المهم تواصلوا معاهم وخليوا ليهم باللي جين نتوما من عندي من عند اشرف الدويوس، غيخليوا لكم واحد الثمن زوين راه يمكن لكم تاكلوا بهم. مهم خوتي، بالنسبه للناس اللي كيسولوني عاوتاني على الانستغرام، ما كنطلقش فيه لايف، راه كنطلق لايف اغلبيه في يوناو. نخلي لكم اليوناو ديالي هنايا، دخلوا عندي كاملين كنطلق لايف تما مع تسعود، نخلقوها واللي عنده شي سؤال يسولني تما. المهم اخوتي، بغيت اكبر عدد ديال الكومونتير في هذا الفيلم. اليوم خارج للحريه يما، جايبه نشوفك نحكي لك مجرى فيا والهموم اللي هزوا ليدك. وصلت الحومة دقيت في الباب يا الدمعة. البارح كانت مسددة علينا القرية، اليوم راحنا في الحرية. الحبس ماشي روضة خوتي، غير طيحة ونوضة. مازال كل واحد غيخلص هنا. جرحتني كلمة ليتيم راني مدراش كون كاريبيان من اللي خطيتيني مانيش في الدمع تمنيت تشوفي في شي تمنيتي الدنيا اللي ما فيها من جديد عاوتاني، باش يحلم بينا بنادم عاوتاني. دابا شوفوا المهمة ماتت، دابا راه ما بقاتش المحنة في بنادم، بقاتش الرحمة. أخت ديالنا نتوما نسيتوها من الأخر، ندوي معاكم بالرجولة. عمرنا ما نساوها، عمرنا ما نساوها. وهاد الذكرى هي اللي بقى لنا المهمة. شوف أخويا، أنت من الاخر انت اللي خاصك تنصحنا نقول شنو ندير خوتي. انا بان لي واحد القضيه، انا بان لي واحد القضيه، شنو بان لكم فيها؟ غنلبسوا التيشيرتات
وغنخرجوا ليهم عاوتاني وغنديروا ليهم الروينه. كي دابا غنديروا الروينه والبلباله داكشي اللي قدامنا. واش اللي كيسمعوني والبلباله غتبدا ومن الاخر الروينه في الكوزين غنلبسوا التيشيرتات وغنخرجوا نرونوه. طلع اشرف هذيك الحكومه راه اليوم نرجعوا لكم عاوتاني والضوي غيعاودوا من جديد. اي واحد دار غلط يخلص من الاخر. غصدوا الشراجم دابا يا كلشي غيولي ست الشراجم. خرجوا اليوم اه بلاش يا بلاش اني شتي سخطوني المهم الاختي ديالنا خصنا نلقاوها في اقرب وقت الدراري من الاخر ديالنا راه صافي. شنو غنبقاو حنا جالسين كنشوفوا بعضياتنا ولا شنو؟ ضروري هذيك هي اول حاجه غنديرو فهمتيني عاد يشوفوا الحقيقه في دقيقه. تحركوا الدراري واش حليت هذيكم تحركوا غنتحركوا اصاحبي ومن غدا اصاحبي صافي المهم ما بقاش عاجبني الحال من الاخر ودابا نخرجوا اصاحبي نكملوا هاد الشيء نهبطوا دابا المهم غنساليو واحد الجلسه هذه وغنخرجوا صافي نرولوها عاوتاني صافي صافي بالبالعه نخرجوا للزنقه وديك السعاده نشوفوا شنو غندير كاع اللي داير شي حساب يخلص. الله يرحم لكم والدين لا ما دير عقلكم وشدوا طريق الله وحاولوا انتم باقيين صغار ومازال المستقبل قدامكم والطريق اللي غادي فيها راه ما خدامهاش لكم. لا اله الا الله استاذ قرات احنا والله يرحم الحاله راه كانت بغات تشوفكم انتم بعض المرتبه زوينه وشفتم هذه وانتم تبارك الله راكم خصكم حتى خير الحمد لله. هذيك الطريق اللي غادي فيها راه ما خدامهاش ان شاء الله يكون الخير. الله معنا استاذ قرات الله يرحم لكم الوالدين الى ما نتمنى ان شاء الله نشوفكم بخير وعلى خير وتكونوا زعما تعمروا من وجهنا وترحموا على المرحومه وخلوها مرتاحه في قبرها وكونوا رجال كونوا رجال هذه هي الهضره اللي نقول لكم انايا الشيء اللي يكون ان شاء الله وتبارك الله عليكم الله يعاونكم ان شاء الله. ماشي قبل اسير فخي كيفاش اخوتي نبقاو جالسين راه بغينا نخدمو راه خدمتو اصاحبي تبقاو جالسين ونسنو اودي الخودرية ديالنا ما عرفتش فين شدها بها الوقت ما عرفتش فين هي مزيان دابا شوفوا اخوتي اللي درتوها احنا معاكم فيها توكلوا على الله وشي بالروجو خصنا نخدمو هاد الايام هادي بالروجو اخوتي راه ما خصناش تبقاو معايا ريحه ماشي خليتو عبره خلاص انا غير نتاعك ما رفضتش انا ما قلتش عليك برك انت كاين هاد الراجل
يلا تخلقوا لي هذا اليوم وصفر عليها. وفينا التفاح قالوا لي بغيت التفاح مشي ارتاح لو الفلاح ياكل التفاح ها قول عليها انا الرجل انا زيد اليوم غربة طموان شكون صبيط الحماك؟ شد في السبيطار الحماك؟ شد مرة هذا الشيء يقول هذا؟ شد في السبيطار الحماك؟ شد في السبيطار أصاحبي؟ أنا ما شتمكم وأنتم ما شديتو، راه شدوا السبيطار الحماك وضربت لنا بجاجة كتجي تقشم بها على هذه وسطي. شنو هذا الشيء خدمته؟ والله ما درتهاش حتى. سبيب كان الشيء هذا كامل طرا أصاحبي. سبيب كان الشيء هذا كامل طرا أصاحبي. السبيطار الحماك الكبير اللي كاين هنا في السلا. أه. هذا الله يرضى عليك يا ولدي اسكت الله يرضى عليك السلام عليكم نور لهودا كاينه هاد السميه هادي كاينه راه راه عندكم هنا كاين هاد السيده هادي راه جابوها من طرف البوليس القانون تابع القانون شويه مريضه مثلا واه ما كانتش هادي شي واحد لا اخت ديالنا راه باخ راه مسكينه ما فهمتش انا يا بني واه تابع القانون شويه خطر عليكم المهم باش نجيك من الاخر خطر عليكم باش تخرج من الطبيب سمع مني واحد الكلام انا بغينا نقولوه ليك انا الخوش وراه ديك الاخت ديالنا كاين شي تعاون تعاملوا بينا دار معنا شي حد بغينا الاخت ديالنا ناخذوها من عندكم باش بقى لينا هنايا في هذا السبيطار الحمار عندنا صعيب وفيه مشاكل راه نجيو راه نجيو بعضياتنا ان شاء الله في الدفتر الطبيب شوف حنا يكون خاطر امين ان شاء الله شي حاجه مهمه تعاونا عطينا الاخت ديالنا بغينا نديوها معنا هادشي اللي بغينا حنا ما انت واحد نسع الاخبار بين لك هذاك الشيء مسوء بيناتنا السوريك واخوتي مسوء هذا الشيء صافي المهم هادشي هذا انت الطبيب انت غدا ان شاء الله ما كرهناش غدا شوف غندير رجلي غدا ان شاء الله ترجع عندي فهاد البلاصه هادي هاد البلاصه فهاد البلاصه نسكت لقيتها مع الثلاثه بس جي عندي غتلقاني هنا صافي ان شاء الله شكرا بزاف اسمح لنا هذاك الشيء الله يرضي عليك يا ولدي انا داير معاك ثلاثه على برا ولدي الله يرضي عليك الكاميرا حاضيه واش باغي تخرج عليك الاخت ديالي الله يرضي عليك دابا واش مشي لي داكشي اللي قلت لك ولكن الاخت ديالي دابا ولدي الكاميرا حاضيه انا دابا غيشوفونا الله يرحمك ولدي الاخت ديالك غنجبك على برا كون تسمع سيدي الله يرضي عليك يا ولدي الله يرضي عليك دابا انا على برا الكاميرا حاضيه دابا تخرج لي على خدمتي صافي انا نتسناك هذا بقول لها مشطا راجي تخرج لي على خدمتي هاد السيده طاح الليل وما ولا طاح الليل وما ولا
يقولوا لي جيتي انا كون شي لي خون شي كاع في البلان خويا يعني تكون شي كانار وحشت حكاياتك ماما ليكون أصحاب les émotions maman من اللي رحتي وانا نقول غدوة نتلاقى والفوق yeah تحب نكون كيما حبيتي من اللي رحتي وانا نقول غدوة نتلاقى والفوق كنت حاب نكون كيما حبيتي غطاك التراب رحتي وخليتي وليدك وحيد وليدك وحيد طاح الليل وما وليتيش وانا نستنى يقولوا لي جيتي يما شحال بكيت يما شحال بكيت والليل يجوز طويل بلا ما تكوني في الدار وعيي ماما جوني مار وحشت نسلم على راسك ماما كي يطلع النهار توحشت حكاياتك ماما ليكون أصغار